فاحنا كنتفاجئوا امس انه دوك الشاحنات وقفوهم. السبب ان بعض المجهزين وغرفه الشمال اللي في طنجه دخلت داروا لقاء مع السيد العامل على اساس انه هاد الاسماك هذه اللي سموها يعني بين قوسين سمك ترانزيت جايه من المناطق الجنوبيه وكتدخل وكتهرس لهم البيع ديالهم البيع لانه وحنا كنعرفوا بما انه حتى ذاك الباركو هذا واخا يكون 200 باركو تما في الناظور ما غتكفيش ذاك المنتوج بالنسبه للساكنه. وطبيعه الحال ملي كيجيو الاسماك ديال الجنوب راه كيكون واحد الاكتفاء ذاتي تما وربما كيكون كاع واحد الفائض. كان كيخدم بواحد الطريقه مده 45 ولا 50 عام وانت جيت منعو بين عاشيه وتقول لي حبس. راه كاين حافلات كاين شركات كاين مصاريف كاين ديون الناس خدامين تقريبا كلهم بالديون كاين العمال كاين لاسينيسيس كاين بزاف المسائل وانت بين عاشيه وضحاها تستعمل عنده حانوت ولا عنده كيبيع صندوق ولا هادي تقول لي نوض بحالك سير بحالك. قانون 1408 وبالنسبه للصناديق البلاستيكيه وقفناه تقريبا واحد الشهر ولا 3 شهور عاد استجبونا المطالب ديالنا وحنا مستعدين نوقفوا شهر ولا 3 شهور حتى يلبيو المطالب ديال التجار على الصعيد الوطني وعلى الاخص الناس اللي في الناظور. باش نوضعكم في الصوره تجار السمك بالنسبه لميناء الناظور هم اخوان ديالنا في القطاع هذه تقريبا واحد 40 سنه هما كيشتغلوا في واحد الجو اخوي مع كافه المهنيين داخل الميناء ديال بني نصار. اليوم تيخرج واحد القرار احادي الجانب تقريبا هذه واحد الشهر او اقل من طرف جهه معلومه كتصدر هذا القرار بدعوى ان هذه المنتوجات ما خصهاش مازال تدخل نهائيا الميناء ديال بني نصار. وهذه الاسماك كانوا كيسميوها ما يسمى بسمك العبر هذا الاسم تم التجاوز عليه لانه اصلا ما بقاش منذ قرار ديال السيد الوزير في 2014 وبالتالي انه هذا الحرمان ديال هذا التجار عرض المنتوجات السمكيه ديالهم تقريبا 8 ديال الشاحنات زائد بيكوبيه 9 ممكن انها تعرض للتلف. احنا دخلنا في حوار اللي هو حضاري من اجل اننا نوجدوا واحد الحل لهذه المنتجات السمكيه في حين انه بامكاننا اننا نجلسوا على طاوله الحوار واذا به كنلقاو الاذان صماء ما كتستجبش المطلب ديالنا في حين المجهزين تم يعني استماع الحقوق ديالهم داخل الميناء ديال بني نصار من طرف السيد العامل. حنا ككونفدراليه وجهنا واحد الرساله للسيد الوالي منطقه الشرق كنطالبوا فيها بالجلوس لطاوله الحوار من اجل ايجاد هذه الحلول بدعوى ان هذه المنتجات اللي كتجي من المناطق الجنوبيه من الموانئ الجنوبيه كتاخذ مصدرين، المصدر الاول هو اما سمك مؤدى عنه قانوني او سمك اللي داز في المزاد العلني وفق القانون ديال الدلاله. هذه المنتجات اللي كتمشي بوثائق ثبوتيه وكتمشي بمواصفات عاليه وبجوده كذلك عاليه، بالتالي انه جميع المؤسسات اللي عندها الحق ديال المراقبه فهي كتوفر في المؤسسه ديال 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 المنطقه اللي غادي يدخل هذا المنتوج، والمكان اللي كانوا كيخدموا فيه هاد الناس راه كانوا كيأدوا عليه الموكوس ما يسمى بالطاكس لفائده المكتب الوطني للصيد. اليوم المكتب الوطني للصيد ما تمش الاقحام ديالو كمؤسسه مساهمه في هذه العمليه، بل تم اقصاؤه كذلك ومثال كمؤسسه تم الاقصاء ديالها من هذه العمليه، واتخذ قرار من جانب واحد ومع لا السيد الباشا بالامس الا انه يطبق بالحرف المنع ديال هاد الناس انهم يدخلوا دون مراعاه هاد المنتجات السمكيه، دون مراعاه المجهودات اللي بذلوها تجار السمك بالنسبه للناس اللي كتشتغل لا الشاحنات ديالهم لا فلوسهم لا الاوقات ديالهم، الناس ضحات في كورونا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.